شحاب. أولاً، من يعشق تربية الحمام والسمان، هذه بعض الطرق السهلة لصناعة فخ محكم. اثنان، أما هذا الفخ فهو أسهل فخ يمكن عمله بقطعة كرتون وحفرة في الأرض. ثلاثة، قل لي ما هو إحساسك؟ لما شاهدت منظر هذا الذئب وهو داخل غاره أربعة منظر محزن لحال هذه الأبقار أثناء الفياضانات التي ضربت سلطنة عمان هذا اليوم خمسة هل يملك هذا الكائن قلبا وأعضاء داخلية؟ سبحان الله الخالق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها